السلام عليكم جميعا. ديك زنيمي دي تبارك الله عليكم. اش سما يسمع اخويا ناجي تبارك الله عليك قاع الاخوان ومتنا المختار تبارك الله عليك الله يحفظك. باش تعرض ذي وزين وخذ كينا في الرحله هيك اخي المختار. سيدي ان شاء الله الله يكمل بخير وعلى خير يا ربي. نتمنى ان شاء الله تعدى مزيانه. غير الاقتراح ذا اخويا نجيب وقاقتي الاخوان داقت لان ان شاء الله الناس غير الرحله ان شاء الله ضروري الناس نقابرك الاخوان ديالي ان شاء الله. غير خصني ان شاء الله يجي الملتقى ديال دي اكنو المرض خصم اخويا نجيب تسمى ملتقى كزنايا ميديا ولكن السنه غنحر الرحله السنه ان شاء الله نقابل ذين الاخوان القيمي ذين ان شاء الله. ايوا ذا وصافي ذي الاخوان ذي الجاليه يجي جند ذي المغرب نقابل ذين ولو غير عايشين واحد 30 واحد ونكي خيسنا ذي يسمي ان شاء الله ذاقات هذه اللي اسم كزنايا ميديا ان شاء الله الناس الملتقى ياقات واخا نكرا ذي نبقى مثلا نهار خمسه ان شاء الله غاتيرينا تاتيرينا ثوني اتيري الرحله شي ثنيه رابعه الملتقيات ثنينا رابعه الكرا ان شاء الله الاوتيل ولا المهم انا خمس غني ولو غير عايشين واحد 30 واحد ونقي خيس من غادي الرغبه انسيو ان شاء الله في المنطقه لنا غنسيو اخر حوايج كي خدم ندير ديال المواطن ايزنايان نسقى طاس نتي حوايج غادي نسيو ان شاء الله وربما من هي ذي قيم ان شاء الله سنويه ان شاء الله قبل بدا كل عام ملتقيات تديري ذي اكنون سيسم كزنايا ميديا. السلام عليكم ورحمة الله. واش الجامعة جماعة حنا كلشي مزيان الله يبارك فيكم نتمنى ان شاء الله دايرين بخير وعلى خير. ايج الفكرة زعما مستحسنة ايج الفكرة رائعة الهدف ينس الناقص النظري غير العملي فعلا نقدر نخلي الواتساب نستاور يعني الحكم الصادر خذ جماعة موينات الواتساب تيري غير نظرية ولكن اما شنو الفكرة هي اللقاء المباشر تيريج لقاء فعلي وفكرة مستحسنة وفكرة زعما جميلة تفرح الطاس غاسيج المعنى غاسيج الدلالة ليس كي تيري ركن التعارف يعني تمعني تنوازم ديس ديورة تنوازم ديس أفكار تصحيح المعلومات وتعرف الأشخاص بالمباشر وإن شاء الله تجيب الخير. هذا فكرة ديالي وأنا موافق والسلام عليكم. السلام عليكم تحية للجميع أهلا وسهلا ثمات حميد تبارك الله عليك نتمنى تيرى بخير إن شاء الله عطا دوك على السيولة أسيدي مرحبا بك مجددا ونشكرك خل الاقتراحات تيشد ربدا مثل الأواري نشكر شي يعني ذي المستوى دائما. فبما يتعلق بالرحلة يعني نتغى القرمود صراحة صراحة جوا غير شوي شغل ني غاسم ربما يمكن طيح طخشه ولكن بلدين الاقتراح يعني يتسمم كزنايا ميديا هذا مادي مستحيل باش داس يعني بشرط وقت الشرط يعني وموافق يعني موافق الفكره سي حميد بلا خصني نشال الملتقى باسم كزنايا ميديا فغاداس باش ما كان يقع المغابه الحقيقه غير شوي شغل شديري يما وسينغ ومرمي بعد خصها ديال الرحله عاد وزري خصها التاريخ بالضبط. فالمهم ني غاون من ديني بلا يعني صافي رسميا راني كان الملتقى باسم كزنايا ميديا كيون ندير ان شاء الله. سي نجي تبارك الله عليك بخير مش جيت مليح بخير الله يحفظك بارك الله فيك. اي واخا انا اكيد انا خويا نجي مره والله لا غير الشغل وصافي. الرحله ق 5 دي 8 اخ ندير اكدوا مثلا غانات حجاوين المهم الاخوان قد جندي مرر 5 دي 8 وقيلا 5 دي 8 ماشي نيا بعد 8 هو ملتقى ديري سي اسم كزنايا ميديا اما الرحله ق واحد الرحله ق راسي ناتينس راسي وداني ناس وراس ولكن شي نحضر الرحله خويا نجيب غير الملتقيه غادي ان شاء الله غادي نسيو خويا نجيب نخم المنطقه النا غنخم الاخوان نتعرف اخويا ويا عنقور نخم المنطقه زنايا مين يتغوض مين تيخسن مين خدمني الجاليه مين خدمني وزن غان المغرب نسيو الجمعيات نسيو المجتمع المدني نسيو كلشي نسيو المسؤولين نسيو نبقى برك المسؤولين ان شاء الله دينارني علاش لا خويا نجيب غير اللقاء ان شاء الله ولا غادي سيرين غير مش نجي عايشين واحد 30 من ميت مرحبا نخم جس غاني ان شاء الله يخسر اللقاء غادي ان شاء الله لان ضروري ديري ونهار خمسة ان شاء الله خويا نجي نريق الاخوان غير الرحله لان غاسنا وقيله خمسه غاسنا مني نتمنى شال الاخ اكيد نضاقتنا ومثلا الحجاوين ومثلا عبد الرحيم هذه اكد خنا خينا خو ورقه واش خمسه ولا سته ولا والله ما نعرف يمكن خمسه الله اعلم
لا يا خويا نجم مصاب، ولكن خشاتيري ان شاء الله اللقاء هذه اللي سيتم كزناي ميديا. اما الشغل قاع انا الشغل السي نجم والله العظيم قاع مشغولي، ولكن يعني انا ثمنا مدي 3 ايام انا ضاعيه مدي صغاريف ان شاء الله مقابرك الاخوان هذا يا صافي. تحياتي خويا حميد، اهلا وسهلا، نشكرك الله يحفظك بارك الله فيك، يعني خلاني اش ورينش فنيد اش عند مليا مازال عادي بك شوي هي نشغل مليا يعني ديال ما ربما تيري يغعد رعي شوي توها ولا المهم اش عند مليا عاد على الوقت صافي ان شاء الله يدير الخير. الفكره في محل صراحه راني شال الملتقى لو يعني واخا غير نهار يعني قبل الرحله ني اي مش مني لا يسنسي ور خلينا الامور المنطقه الجزنيه لما لا غادني شوي الاحيائيين الملتقى اللي جات جمعيه الجزنيه بعد 2017 2018 2019 صافي اخر نسخه 2019 علاش لا ما نستطع ان نستنجح الفكره يا هي رجل شرف نقرب نجي المهم انا في ملتقى مش نيد المرقى غنسيور نناقش دي موضوع يعني مواضيع الامور قلت خصني زناين بصفه عامه فان شاء الله الى نغاش موافق 100% ويكون خير ان شاء الله. هاشما السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سي حميد ما غاكيش تجاوب خرج النقطه فني دي سي نجم علاش ما تيديش الملتقى يعني جزنايا على حساب جزنايا ميديا افيري كواكنون بعد يومين او ثلاث ايام ولا اربع ايام يعني قبل الرحله يعني السني غنروح غير الرحله. والله ودي يا مجاهد اسمه مجاهد مش خص غابينيغ علاش وتيديش الملتقى او الاعلام او الاعلام من استاذ نفسي نجم سبع علاش ما يتيريش مباشره يكره اللي يكره ويبغي اللي يبغي. ولكن نتمنى اشمتنا لجن شك زيسن دام زوارو يعني مهما تخصدت الملتقى يعني يجن النقطة مهمة جدا مرات جا يعني الاخوان كيس تفعل عند مين تني داو ديال السي حميد ولكن شقارة انخفف يعني مو باش تيري الملتقى مجهدة غامية سيها 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 لا شقارة غنخفف علاش ما تيريش بعض الاخوان يجن الشرك دام زوارو الزيسم بلا ما ديني فلان 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 وانما خمسة غير عشرة نوذان ابي لينا تحمل النجم يجن الجهد داك السي نجم وذي يحضر السي نجم ذي الحضور يعني ذي الرحلة وهذا خد يكسي بزاف المعلومات بزاف النقاط هذا خد غادي يكسي زي مباشرة مباشرة زي الرحلة مش ما يقار وخيس ونخيس كره وكارن ما كيهمناش الامر يعني نشن اميا القار ما راديك زناي قام كوريجن تاخسو سينس والتحيه خاصه ابو هارون نمشي تجي ابو هارون ان شاء الله الشغل تقضي قبل الرحله الرحله غتيري نهار 5 ديه 8 وان شاء الله وتيري كونجي دي شهر 8 غاكيري الكونجي ونشمر نشغاري الاحساس انو ما مش تواري غنش شك وجبو ضد الرحلات وانما غارك الافكار يعني كثار زي الرحلات ولكن مع الاسف وقاد يعني مرات جا يعني مرات يسجل الاعلان ان شاء الله نتمنى غاش دياس اش تصبرات غاش دياس الميساج ان شاء الله ابيري الحضورينش ولو وضرائي عبد الرحيم والو واش توسي استدعاء واش توسي الحضور واش توسي ثبرات والله العظيم يا مري جادين تجغنش حمد حضر رغم
على اللي بغى ولا 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 اللي كره. علاش لا؟ فين كان المشكل؟ نعم شك ما راس مغار زيك حد، اهلا وسهلا. وازك يسمغار حتى قاش كتقيم الدوارو دائما نظام قران ومرخص لا تحضر، يبغي اللي يبغي ويكره واللي يكره. ونشند من يعني نتراجع زيك، نتراجع بزاف من المعلومات، بزاف من التوضيحات، بزاف من الاسئلات نتراجعهم. زي استاذنا هذه رجل الملتقى ماشي الناس سي حميده زكوا، تحيات جن تحيات مقرنت وديري حضورينش رسمي وتجي غادي ما دار في اي منطقه ديك الزنايه. وهذا رايي والله. اي ما ننسرا نهار خمسة ان شاء الله يا رب العالمين، ونتمنى جل الفكره واعره ونشقى ياكيدش في النقطه يا ثاقتين الناس وينات طولا وعرضا. والله قايا ياكيدش دي النقطه يا ثاقتين في الملتقيات ديك الزنايه ميديا ثلاث عجبات شنو النقطة يا طارق خاص نسيول شويت. أما القضية الرحلة يعني أبار يعني شك السوارد خرج الملتقى لي باسم كزنايا ميديا. نعم مش قايا كيشوف ديال السي حميد برميما خيسن أو برميما خيسن نجم نغف الإخوان إن شاء الله تيجي من النهار تيجي من التاريخ سواء قبل الرحلة سواء زاد الرحلة. أما الرحلة نشقار غامية مثل عبد الرحيم تبارك الله عليك بحيث جيد الله يحفظك بارك الله فيك. نعم اخويا عبد الرحيم اميد ما يقارنش الملتقى هذه اللي نتا وتجيبوا واسطه شل العلاقه كاينه تاك الرحله باش قربوا الاخوان ودي تجيب الملتقى يجي ديك الرحله ولا لا ملتقيات بالعكس هذه ان شاء الله يجينا في يجي القوه الرحله ان شاء الله سي عبد الرحيم يجي القوه طابقه على لان هذه الملتقى ان شاء الله ما يكمل خسر ربي يفضل الوجود ان شاء الله. نبقى زعما يمشي القوه الطام قرن ندير الرحله يا وانا حظين ان شاء الله كل شيء احنا غير احنا غير قديم مقابل ديال الملتقى وذا يا وصافي السيور لان الملتقى تيري راك جو المتنفس تيري راك الوقت وجه ما تصح الرحله قوتي راك تيري بور وقت اخويا عبد الرحيم. الرحله قد قوات سور ديك بدو كاينين شي تخام ديال المناظر الثمانيني عدى النهار غير عدى ثمان ولكن الملتقى لا نتركز خماط النار مين مني ثبوت مواطنه قبال هاد السيور غير مواطنه منطقه زني مي ثبوت ديك قبال مي ثبوت ديك بني عمار مي ثبوت ديك شوي غير مناطق مجاوره شي اللي خان السيور نخمنين جنشين ديك وذنا ناقين منين جا ديك قبال غا سي عبد الرحيم نخم غير يخفنا نشينك بني عمار نخم يخفنا ديك شوي غير نخمن من نيا نشيم يخني خصن من نيا المسؤولين وما يديريش الملتقى ان شاء الله غادي نسيور يديريش التقارب جارنا خويا عبد الرحيم نقبل الجاليه لنا غنسيور ايوا صافي ان شاء الله الرحله يلقى واحد صغاسي ويقني قدر ان شاء الله ويزني صغاسي للجنين صغاسي واحد واما مثلا نجي قصه كيف مري راح رسمي ينزل الدعوه افضل واسيب الدعوه قصه كيف غادي يحضر كيف قنا حمار قاعد انت زني وتجي سايكسن وراه ما ديكسيش اي واحد غاصر حق غادي يحضر هذه الرحله مش ميت غادي يحضر هذه الانشطه السني هذه القرمانين وتجيبوا المشكل الملتقي ان شاء الله نتمنى ديري خويا عبد الرحيم. تحيه طم قرانتي سي عبد الرحيم دمار اش تمثنا سي عبد الرحيم لا وجه وضع ديال رحلات بتاتا يعني نشقى بان خصنا دايرين الاهداف وها دايرين دايرين الغايه علاش غندير الرحله هذا السؤال اللي يعني يطرح غير بدا وتجيبوا قال لا وصافي ضد وخيط هذه لا بالعكس بالنسبه للرحله القرمود اشجع يعني بكل جوارحي صراحه علاش لان مسجد اني تاريخيه تراثيه عاود الناس بنانت خصها افتتاح ضم قران نيشان يعني ما شتنا نيشان يعني خصها ديريج تجمع ضم قران زناين باش انا نكشف الاشعاع المسجد اني المنطقه تكمر المرر لانها منطقه عز خانه يعني الرقعه المليح سواطس ديال وسط زناين اذا اشجع صراحه باش هذه ريجن الافتتاح راه مقرن ان شاء الله كيوني ري غير باش نيد بان غير شويه وقت الساعه 8 ان شاء الله هذه ضروري
الا ما راه غيبان شي حاجه مفاجئه وها. اذا ان شاء الله هذا اني خطط زيرو ان شاء الله كي نري، ونتمنى اني نري عند حسن يعني الظن، واخا تجيبوا الدعوه نهائيا شعارين ورنشي يعني يتخذ غديك زنايميدي وهو التطوع. التطوع نعم سيدي بالنسبه لمواطننا نخمي غير المتقيد خمي غير الرحلات ولكن بشروط هذا ما كان. اما ثاقه عند القرمود بدون شروط صراحه يعني ثاقه تحكم يخفين سنيف. السلام عليكم الاخوان تبارك الله عليكم. يعني الفكره ينو النظر ينو كيف كيف من الشمن تاع يعني الرحلات اللي توقع عند كيزناين يعني ما ينشان الهدف ني هو ينبو الهدف يعني ما راه ينشان الهدف غاوينا تسقان غير رحلات النيد ينشان المشاريع ينشان المقاصد يعني دي غاس مقصود فتبارك الله. وبالنسبة غيد مزيد هيا غوينة مزيدة القرمول يعني غاس التاريخ وخاصة ذا درمت خاصة يعني ذا بنات جديد خصي تيجي الحفلة طام قراند يعني هذا الحقيقة غيزنا هذا سندي مكولا مشان زي مكولا مشان هذه الحضان. نتمنى ان شاء الله دير الحضور النغية نشين ديني تاني البصمات النغية كي تقول نمشاش عند مليا ان شاء الله مروتي لي شان المفاجئه ان شاء الله المرض ان شاء الله ان شاء الله الرحمن الرحيم. نتمنى شي ناد الزواد المزيد نيت المرقه ديال الاخوان ان شاء الله الرحمن الرحيم. نتمنى ان شاء الله التوفيق نتمنى ون التوفيق ان شاء الله اللهم زيد فازيد يعني يا من داشي الناس من الناس سينا جي مسبع يعني مشنا والزياره غادي مزيد هي ثاني تيني بدون شروط يعني ما راهي توقع ان شاء الله الحفله توقع ان شاء الله الزياره شي قادغا كي قلنا ان شاء الله يري الحضور حضور واجب. وبالنسبه غير الدواوير نظنين غير الاماكن نظنين لا بد خص غاديرين الحروف على النقاط لا بد غاديرين الحروف على النقاط عما شنو يعني الرحله هي نغاو السوير نجي حله عظيمه الرحله توقع نغاو ماني حمان رحله طم قران في الحقيقه مزيان نخسيت ولكن انا مثلي توقع مؤخرا دي شيء مشان نظنيت ولين ماذا الرحله نوسقى الرحله ثني ولاصقى الرحله ثني قانس من دون غير نغنس واي غير قانس دا غيورين تبارك الله عليكم تحيه للجميع ونتمنى ان شاء الله من قد سير جلسه ونخشان اللقاء دايرين ان شاء الله اللقاء قبل ما توقع يعني زياره ان شاء الله غمرار نتمنى ان شاء الله يكون نحضر مرة هذه خصها تجي ان شاء الله نوين شان اللقاء كشوية نقوش دي هذه زي مصري دي بواد كشريث دي هيبير كخوان دي مكورة مشان نتمنى ان شاء الله يكون يدين شان اللقاء مرة خصم ما كان مش مستعد في كل لحظة اداسغ ان شاء الله يعني غوج دي يعني غهيبار يعني غيخوانا يعني حتى غبوزيشي يعني مهم ماني دوني عجب الحال انا يدين شان اللقاء نتمنى غير اللقاءات واجيج اللقاء غاديريج الزياره ان شاء الله غالمواطن هذه اللي خاد هذه مده وهذه النمرقي نتمنى ان شاء الله هذه النمرقه غنجمع اني النقاط على الحروف باش ما خصنا ناسس ان يعني ننظم شان رحله غاتيري غشوضوا اسا ديني خاص غان يعني خاص نفيرمه ديني خاص غان فيرمه غزعمني غاديري غادي نمرار غير حمام باخو غيبر غادي داس غير حد غابو غوينا غاو غزاون وشاغ مهم انا داوني عجب تبارك الله عليكم تحيه للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاخوان تحياتي لكم جميعا. تحيه سيناجيم مشقان اخوان غاريس وغربو رئيس المجموعه. اهلا وسهلا ومرحبا الاخوان جميعا. السي حميد زكواغ الرجل الطيب اهلا وسهلا ومرحبا المناظرنا السي عبد الرحمن ابو حمزه. المهم الاخوان جميعا مجتهد فعلا السي الحليمي. والصراحه الفكره يعني نطرح السي حميد زكواغ الصراحه احسن الفكره العجبيران الصراحة صوات تصل فكرة يا ثاقات لأن ماش تيري يجن الملتقى غاتيري السنة تيري ديني كشاوينا ماش ذن عنا نهانا عبعا زين منيا ودي وشينس مباشرة الإنسان وخنا ذي رحلة القرمود التاس صراحة مزيانة الإخوان زي سلاعة حنديني
انسان يناقش الموضوع الجزنية من تتخصان جامعان ماشي ناسي حامد زكوا من ين الجزنية من تخصان ما يوضن ما يوضن. هذا هو السؤال. ما انا ياك خصنا صراحة حساب الملتقى النيشاوي انثى الفكرة رائعة جدا صراحة مية لمية ودعج بي سواطاس والسني غادي والشعناس ليس نها خمسة ليس الرحلة مسجد القرمود صراحة نمشاني ورنشانش مع ماس مارا مع ماسكيخ صراحة ولكن زرغيت وريغ الإخوان صحاب صحاب المنطقة الحجاوي ولا المختار مهم جميع أصحاب دينين تنسني الصراحة شن تسوى الحقيقة منطقة جميلة جدا صراحة دينيش نمرية الإنسان صراحة الرحلة وبلاصة نيش مع ماس الحقيقة الجياني مع ماس كيخت مع ماس زريخت ولكن نتمنى إن شاء الله بحول الله مراد جديد المكتب إن شاء الله مراد قناة الحياة نتمنى غتنزع هذا أخذ كتبة زقوسة الله العظيم إلى منطقة نما كيخت وعجبايس وطازريق تاوعينس وتمزيداني للقرموز صراحة تحية أصحاب مرار خمزيداني دينيا الحقيقة نتبان غويناث الحقيقة شكرا لهم خمنايا صراحة خصيت الشكر في المجهودات اللي ثني هو المجهودات اللي كزنايا جميعا كل واحد المجهودات السنيه هذه مزيده ثني ثني نشكركم سي علي الحليمي ثومة النغلي دي سي ورنا الكارو سمحي قوا عقل خشامين دعنيت ومهم نشكركم كل شيء اذمنين يعني يا قاون متفقين خصوصا سي الحليمي انت يعني غاص التجربه انت إحضار الرحلة إعذان غاص تجربة الخبرة يعني جقت كنا غزي مرمي يعني زي تأسيس قاع المجموعات قتا كنا غي السلمين دين يستنوا الأفكار النق فالله يجازيه بخير يفهمان غنيش أن أنت هذه إن شاء الله بعض تاقينا خفه من والو قانا شجع ما قانا ضد وها ونجيب وينات مع العلم أننا نشارك يعني دي الرحلات دي بتقولها كل شيء قال لي راس النغية شوي أوم شوي البدائل وجبوا راح ثلاث الدواء سير واجي على كل المهم الموضوع قصد نقشي تطاس جانين في فهمين جاني وين فهمين ماشي مشكل لو خلنا نقرب الصفحة نسير ذي يعني ما هو قادم بالنسبة للرحلة قد المنتظرة غرق المود فإن شاء الله تنجح ولكن قبل طرح الإخوان منهم سي حميد أتقوغ بأن هذه يخرق هذه يوقع ملتقى مصغر يعني قشاوي غمانيما ولكن خصنا أنا نركز شوي لأن أديري المبيت قشاويين قطوارم وهذه الماني غنستنشق وعارح صراحة قشاويين وجبوا من مثلا ذي الدرس وقت قدين لوطيلات المانيني إذا خصنا نركز شوي خل التفاصيل هنا مزيانين لأنهم مهمين بزاف خصوصا ينضغيس صغار وقرش وهذا ماني جان مهم قال كي ندير النقاش مع الذين شان الجديد فان شاء الله كل شيء نخطط زي قبل عندنا نرد توهي لني قبر سي عبد الرحيم بحال الا انت يمكن ماشي فهم غزي كواليس ربما يمكن انت تيري شق فنتمنى غاتيري العكس نتمنى غادي يحضر مهم شي صراحه غاري الرغبه يا قتل باش كسب مرخي اول مره سي عبد الرحيم سنخ شازي ماني كينا في التواصل وها فمن الامنيات صراحه باش كسب مرخي غير الواقع على الدغ وديني عاد شنو نجمع هذا ونسين شاكينات دي مي دي الحقيقه ف يعني من الحسنات الملتقيات هذه الرحلات يعني تيري يا مي انا يبدانا سنه تنديت الواتساب وهاي المجموعات تيوارد سنتن دي الواقع فمن من ايجابيات الرحلات صراحه شتما دي مجموعات كزنايا ميديا تحيه والمره جميعا المتدخلين المستمعين تحيه خاصه غسي نجم السبع فعلا يعني الملتقى فرق والرحله فرق يعني من الاخوان حتى نشم نقره
يعني الرحلة خصانغ الهدف، الهدف يعني ديال الرحلة مين تاعنا. أما غيجن النقطة غي سي الخاص سي نجم السبع وكذلك سي حميد الزكواغ، بالنسبة غي مزيدان شقارموض إن شاء الله إن شاء الله نتمنى غي شمعتنا غي كزناين مرة غادي يجي الافتتاح إن شاء الله ديال مزيدان شقارموض غاتشمل كزناين ككل إن شاء الله، ما مش جات تشمل في التاريخ. كذلك ثم قد عاد واخد النشام يعني المهم اخي سامح حقه وعقير خشام يعني ربما تيريس نخش ودي شوي اسم ذي النمرة. على كل سيور رحلات سابقة مش نو ثنين مسوير تن نشتعلو عيسى ثن القرموت ثن مزوار وقد ينساس غاون الرابط ثنين كل شيء نشارك ذي الحمد لله نستطع باش سني نسك ذي براثين صراحة نيشان قام يعني المبتغى نينا ثن زي الرحلات هو نسك سني ذي براثين المسؤولين باش دارن شوي ذيني ذي المطاقة غادي عذرن إبريد عذرن ذفا وكثامان المداري المستشفيات قد سكسني يا ميا غطاس يعني الومضات الصينية غانيني بالإضافة إلى غنات ما نت وذن يعني تاران السياحة ذوني انت تبقى برنقي وذن نغاش يعني ونظرين شات حاجي ماني فأثاق أصلا نعتبر بأنها ناجحة يعني نجمع ذي سكورشي ولكن يعني سلبي من الاحسن يعني نتفادى كثره النينات الولائم بدينا الشروط طاس يعني لا قمر ودو سيد مرود خد كذا كذا قود داش مرا كذا كذا قوش انت شبور كواسي يعني ثمانيه كي تجعل ودان تشكن شوي قارص قايم كان غير مرحب بينا خصوصا خمي كيدير الرحله غبار يعني غوذرا اما المزيده ولا ماشي مشكل الانسان اللي ساهم لان طاح المزيده منيني اللي صارف لفائده المسجد لان عاد وكمر ان شاء الله ان الروتوشه ثنين نقول عاد الجمعيه اللي كلفن قال تبع كل شيء الصغيره والكبيره كينا في دير بنيني تافن شويه صعوبات لان خصاص المصاريف اذا ماشي مشكل لازم حساب ولا شي حاجه يعني وخصني يساهم ايوا هذا ما كان. اما بالنسبه نغاش التغطيه النيه الاخ الكريم سي ورد التغطيه نيه الرحلات ايه نغاش كل شيء بالنسبه لي الحمد لله لا نتركز خميني فرحان يعني الايجابيات وكذا كذا ضماط امان ولكن المهم استبانت كل شيء والحالي جي غنمشي نتا هذه المقص اللي تقنا هذه القنوات التلفزيه زرت الدوزيمي واخا نوسين ديني خصها نخرنا يلاه جا عندنا دقائق ما كافياش لان نشمعني اني صواخ فيه الساعات قدينا المهم كل شيء عاد موثق عقب الفيديو نخمم كل شيء تفاصيل الرحلات النيه يعني. نعم اودي ابو هارون سي نجم تبارك الله عليك الله يحفظك الله ينورك ان شاء الله ان شاء الله نتمنى ربي سبحانه وتعالى خيس مرقا ومتنيد ذو الهدف يعني ذي الرحلات هو التعارف يعني تمرق لك بزاف الاشخاص جات سنت غير من هذه الواتساب وها غير التواصل ولكن يعني يمكن غامري قيد مباشر حاجه مهمه جدا ان شاء الله يا ربي والله ودي يا سي نجم وحك خارق نمشي توي ربي سبحان الله والله العظيم توي ربي يا خمي اخمي كون مرقي اخمي كون قيمه اخمي كن سنغ على القرب على رقبتي وربي شاهد على ما اقول ودي يا سي نجم وشكرا جزيلا خطات وعينيش الله يحفظك الله ينورك. شفت مثلا قاعدين مجموعه يا ومثلا علي ومثلا نجيب عبد الرحيم قاع الاخوان داك كزني ميديا ومثلا اللهم صل على الحبيب يسمي ان شاء الله بس مشينا ناجي اش يحفظ ربي بارك الله فيك ومينو شرفينا ومينو بارك الله فيك الله ينورك قاع الاخوان كي نظيم مجموعه يا مجموعه كزني ميديا. المهم ان شاء الله خويا نجيب سري غير تسقاني الاوديو ينش لان جانش ني اختي المبيت خصها خاص نسيور ان شاء الله ويتطوع شي نجدوني خاين نجيب نغوي يتطوع حد غاريج الفكر عاود خصنا حتى ان شاء الله دين غنقرمو ديني غنسنس وتجيبو المشكل نستعداج النهار المليح عاود تجيز ان شاء الله نقصها ديني نستعد الرحله خويا نجيب قيشت مثلا ذي مرير ولكن الملتقى ثنيك شوي ان شاء الله
مش ما خصم الاخوان انا نيه المساهمه نساهمت باش نكرتش القاعه ديني ولا المهم نخمت واخا فكره ساسختي خصها قاعة كل جديني الراي زي ما انايا والذي شي نجعوا دخلوش القاعه واش من يطالب الجمعيه ولا بلا الجمعيه لان ملتقى مصغر وصافي فهمت ملتقى ياس نسمى ملتقى كزنايا ميديا ما نسمى كزنايا ميديا علاش لان المجموعه يخصنا شويه التخاري نس لان انت السبب دي مرقيه انت بقى برك يدون السوره كيدون كزنايا ميديا الحقيقه انت انت مزوره مجموعه تيم زوره كجندي منطقه زنايين ومثلا ناجي من انتقى يسيفي وذاني ويدي وذان انت ينمجو ظلم قرية تبقى باري وذان اسنا الرخاء المجموعة اسنا تسمك زناي ميديا غادي ليك سنويا وخاز قوة صدام زيان ملتقى صدام زيان ولكن من عاش شوية دي تمغى شوية شوية وود نحيا قلي انا يين دي شن عامين متر سنين تتقني نتائج الملتقى زناي جمعية زناي التنمية ولكن وقي منشا هاد نحيا مانيا ان شاء الله وخاص نخدم ان شاء الله المهم الماء نسيو خل ما بيت اخويا نجيب المهم غار جغار دياس هادشي نقول كان سمح لي الخدمة لنا والله العظيم نسمح لي كلشي باش الناس المقابر يعني الناس المقابر دي ارض الواقع المقابر انزا نجيب سبا انزا عبد الرحيم انزا بالقاضي انزا الحليم يا اخا خلاص قرب دمت مقابر جد الحليم اذا مدكرين وقرب دي تصغاري ضغط طنجان مقابر ولكن دي الاخوان نس ان شاء الله ونسي ور مشي لعلي حليم يعني النقط في الحروف من يخص المنطقه لنا ومن نخدم من النيه نسيو بالجاليه لنا ايوا ذا يوصفي المهم انسي ورخمانه يا خنو قطا كوش اخويا نجيب ونغادش الفكره ديال الساس انا معاون ماني خصني ديري ديري زكوس ان شاء الله باذن الله قال لي اش اخويا نجيب خن قبر دين شغل نشد الشك ونقد غياس مرحبا واش خاص نبنى باش نبقى نشتي اللبنه الاولى غتبدا زيك زنايا ميديا ان شاء الله ايوا ذا يوصفي تبارك الله عليكم اخويا نجيب تبارك الله عليك قاعد مجموعه زنايا ميديا غير الشخص قتورا وكان غير تجي ذاقع واش كان غير تشد المجموعة ولا هو يسي ويرشا ولا خار بيزي مون تسري ورينس وتن مراين صراحي عبد الباسط عبد الباسط محسن عبد الباسط واللي خصني ديري كينا ضروري خاص نحواج بزاف ونتسقسى خاص والله ما سنا واش النمرة يبدريت ولا ما عرفت لان شو خار بيزي مون كيسيولو ونتمنى من خصك ينغدا قتل ديالك ان شاء الله ديال السيول تحية مجددا ثومة حميد صاحب الافكار النيرة صراحة غاصل تفكا مليح تشد يعني الافكار اللي هي معتبرة سورطاس يعني من هي الحقيقة واجد والمجملة ايوا من هي ورا نمشي الهدف النغوة زي من هي اللقاء وخاسي حميد يعني صراحة زي مرميز نتمنى ولكن عاد ويكتب جابا جابا المرقة اللي قلت كيجا يعني دي الواقع على كل المهم ان شاء الله صافي خاصني ساعات باش ما كان ليا شخو زوالو انا نيا نحقق لنا يعني الغايه واخا غير نهار ني قبر الملتقى ديال القرمود ان شاء الله واش نسيور خمانين يدني لنا كلشي التفاصيل ني نيد عبد الباسط قدا كاين مجموعه ولكن للاسف ويلك شاو يقيم شي صور مره مره غيتصنف هم يا يتبع انما ور سنقص تواري قاضي المجموعات وتجيبوها هذا هو الله يمسنا ربما تيرا شي المشاغل ولا شي حاجه انما الوجود انسى ديري ان شاء الله ضروري والله يودي انت كيترأس الجمعيه نيلات بعدا كي جان مكلفه اعاده بناء المسجد القرمود انت كي جان الرئيس للجمعيه انك لا ديري ضروري يعني سواء يعني قاش لابد يعني اوبليجيه ديري هذا يكون هاني انما غير خصك سيور شويه شحال زمان نتوحش ترى انت صراحه تقريبا شي عام اخويا تقريبا قدا كي نمرين قدا يحظى ولكن المداخلات نجي جن قبار النقاش ني نقص صراحه تاسني وداني ينفتقد وان شاء الله تيري البدايه الجديده ان شاء الله ما احسن بالنسبه للمبيت سي حميد ايه ما كرهناش مرا ان شاء الله مرافق مرا بدا ندي نشي الغرفه 100 دي مزيده قاعه 100 ربما يمكن اتيري دينا حيت زريغ البلان زريغ نت اتيري دينا غرف ضروري مرا غير كتب قاد وني انت ولي ان شاء الله ماشي مشكل يعني نخم انا نضبع اولا بعد خصها القاعه الملتقى تاج المهمه صراحه من بعد خماني نكمل الملتقى ني انا نخم نفادي شان اليسر يعني شان شي حاجه سهله دين كشاويين قام ماشي وين انت هو انا في شركه ديالنا نفكع ديال القرمود وما عاود الناس اش ما لقى والو عاود هو دار زكوخ ديني موجود ركلا غنكرا وصافي
كذلك ما لقى صافي اخر حاجه قد دور غلازه صراحه قاعدين الذات، ولكن توري شويه البعد واخا تقدي شي وقت خصها هاد الكارزيش باش انا اوض دي الوقت مناسب القرمود صراحه دي 2019 مارت غسواط دور غلازه زيد عاود غير شويه شويه لحظه خصها قد قلت يعني خل دي كلشي المراحل اللي مزوره خاصه من راح نغشل لي جو كيزن للاسف لان في وقع شي العطب الكبريد يعني لما لقى كينات قبيله جديده مرر مؤسسه تعليميه يعني الجماعاتيه ديني كيس المرقيق سني انه يا مجموعين غير القرمود ايوا هذا ما كان تواري سي عمر قيل زي براف يغادر المجموعه للاسف ماشي مشكل المهم تنجا ديالها شوي سي الشيشاتي. السلام عليكم اهلا وسهلا سي نجيم تواكل عليك سي عبد الرحيم سي حميد الزقوا سي حسن قاع مجد تشارك مبارك الله فيكم الاخوان ديوثن قاع كاين السي الحليمي مرحبا بكم يعني دائما قارن شين غار نغريح لا يعني نسماس مرحبا بكم مرحبا بالجميع. سي نجيم مبارك الله فيك شكت سندايين شسناخ شقا شكدا الجارين وديتا وجدات انشخ مداس غاتا وجدات قال ابو داخل قدك غسني وشان انا مزار بارك الله فيك انو سي غديني السيمانه ليا غنيادين قهوة تعرفي اخر خرجاني جيتني غير ودي غير جيتني وجي خدخلان مهايا لا اخر خرجان اني جديد ماني جاي بنيني كنج قهوة كوعشي التوغ باش اخا كتصوني غاشيني خاقا نغدان ديال القهوة دا سي نجيم وخاك غاي عارض نقنش اخا كيتعارض نقنش كيتعارض ما نشاش غاي يستقبل يعني نشا نجد عبد الرحيم قادينا كي جا نسحاب الرحلة نشين وغانغبوغا من مشاكل نعدا نشين ثان سمات مرحبا مرحبا قديس كل شيء سيد ما ينتقسي داقش دينا تحضر يعني يوم ديني ما مش غا يعني ما مش غانغ نشين خوبريد ما كاين لا عبد الباس نتيني الرحلة نشاتيين واتي تقبو بو عبد السامد ولا عبد الانتمرية شييت هدي شحال عبد الباس تقاوني مسن عزيزين شقاقور غار ساي مارجا كذا ولكن الرحلة خاطي انت الا ما يريا غار وشان المعرفة غاكي خاص بغير دي شان لايك ولا دي شان التنسيق دي شان غما الرحلة خارج منها هو ما يقدرش يهضر معكم على الرحلة وشكرا. نشكر لكم المهم هذا النهار خرجت مثلا يدي سيور ندير كورا سي مصطفى البومياوي اخي سامح بعدا واخا كيعقير خشا صراحه طاز ديما نتواصل شا وي خاصنا خشك الله ولدي المهم نشكرك بارك الله فيك وتحيه السكان انتداس يج وتحيه كني خدمه منيش صراحه اني غاش نتبع كل شيء زناين من الناس اللي توقع عن لكني غا عندي مزيان اني ما شاء الله صراحه لكن يعني القوام دي طريق صحيح ان شاء الله تعذر من مزيان انضف في اسقان يعني مزيان نتيدس وان شاء الله ما يكمر غا عند الناس كذلك وهاد النفكه يعني ذكريات مسوير الرحله هني فبالتوفيق سي مصطفى وتحياتي سي المختار الحجاوي كذلك دوس دار داول وضعي ضد صوني ضد صاحبي صونا باش يغن زماني ما تجي داك تخشى راني يرقى هو نعم سيدي نقصع ولا نموشرو ولا مرحبا غات والد يعني فنكمل على قبل يمكن لو عاد قش كداري فورماني تجي ما نعرف بلا ما يصنع ما تجي من على قبل نمرق ان شاء الله ضروري ايوا بالنسبه لي الرحله وعاد وسي خشى يعني المسؤولين المنظمين رقمي غدني داك الشيء ديال المسؤول فبالتوفيق ان شاء الله نذكر تجيني سي عبد البسط لانه هو رئيس الجمعيه كيناس قاس جمعيه النور لترميم واعاده بناء مسجد القرمود لانه معني بالامر واخا يعني وجبون تا كجند منظم الرحله انما الجمعيه قد كن قاعد درنا بزيده قد تعاقات وانت تترأس من هي نجبد دي هذه كينك يعني دي الرحله دام زوارث من هي خدي سيور وخلص مصطفى البومياوي الرحلات نيغ الملتقيات نتاسس زيسن مشاريع دين هي قد جا قد دين كلشي موثق يعني دي الفيديوهات اللقاءات التجنيه رئيس الجماعه كذلك سي العالمي ديني ماشي تقان سي عبد الباسط سي خفين نسر انت يسيور في الموضوع عاقف بانه ديني دبان الفكره اعاده ترميم المسجد القرمود ب 2019 ديال الرحله اللي كان ديال الملتقى ديال القرمود
فثمانية سي عبد الرحيم سي ورد الملتقى نكزنايه ميديا مرحبا لنيا ونش والد كي تفهم تاش الصعوبة خصتي يمشى للملتقى فنشكي دي ونقلبا وقلبا يعني امسي المختار نش ينشعار مرحبا يعني الملتقى يعني غير رحلة يا غرانش مرحبا يعني وذي انتش الاشكال مرين وفا مرين يعني انتقي ملتقى سنوي فمن ايام غيتي تود النتائج ولكن ملتقى يعني خصص يري مسطر سينات يعني سس الاهداف سل من يعني من غنساسي النقاش من ميخفان طرافع وانا هذه قمه اني مساير يعني دي العام كامل يدغى يخشع عاود الملتقى النهضي كذلك نخم مواضيع النهضي فمن يخفي غنتنادى زي الزمان. اهلا السينياجيم السلام عليكم من مجموعه بارك الله عليكم بارك الله فيك السينياجيم واه والله الا تورني غاش نتو الشيخ حميد انت زدين انت زدشت ما هذا الشيء جادين يعني كي دي عزيزي دي جمو ما جا قدسه وانت مرقادين راح طوشت غمن الجنشين قات ويدا سليمان عاود راح دين شوي صافي نعقب داك 20 كنت سنيت وشا جغاري الطياره دي غفاز زفاز اتيت ايام وهاغي زياره خفيفه وكان جغاري شان شغير قريخت وصافي سي نجيم خصها واش ديني يعني كي تسول وفعلا قالوا انت رئيس تنسيقك مزيداد و انت قيد تنظام من يعني ناجي انت باش يعني ولكن سحب الفلوس وجي انت قديني نظني وعلي هنا كي وقيل هذا دو ماس قيس بدن جند كي جند المهندس انت مزيده انت كي جند يعني هنا لو خلاص الاهميه اني نسن وحده نسن مش عارضك شحال تقول شي تعارضان عارض الحليمي عارضك كان كلكم يعني تاع شرف لنا وليكم يعني باش تحضر الشكه السيناجي يمكن نولو خنشين تام ريحتها نقيساني مثلا الرحله يا مايلي وتنجيبو مثلا هذه سي يعني غارت الاعضاء ولا الاشخاص ولا غوتي نضمن ولا تقارن ولا لا نشي نخمي غان راح ديني مرحبا يكل شيء ونغاجي شان ثقافة ونغاجي شان يعني ديني تفلين المجتمع ديري ديني ودان بزاف ديري ديني يعني قطوة يريد ديني نارا غيجي في قاعة يمكن ديني يريج العدد ودان ديم بزاف يعني يعني ودان غارس نغارة ان ملقا غاجتني وشاويا ما يريد معروف ونبثي السير اني قارش خطغات السنة انفاس فاس قارنا شو انت يدفني قارس من ميث غفغة وانتي فغني قارس من ميث غادفة وعليين نخلي قادي ياغو زقواغ حميد من مشدس غاني نشين غارنا خمسة دي ثمانية خمسة دي ثمانية ديني اديري لانتي لا قرصم ياش قارس قشاوين غا ثمانية انك مثلا ساغور ونويسين انا بريد ساغور قيت فاصيني قشاوين اتفغى ساغور غار يعني غار ان راح ساغور ديريتك غا السبت مريا غا السبت السبت انفضار دين اللي غنفضار دي انفضار غولاد الحسن اللي غيهم زانش قارمود يعني قنشين دوني ذا بريدنا خمي غناري ربما مية دي مية غنمشرو دي شوين ميلا تسلام خشوين ميلا لس قارن شوين قدوني ماني بني غتام زيدا دينا غان غمان دين دو وينات دينا غان التاسيع دينا غناري يعني غان غدين المناظر غان غدين من غان زار ولكن كلش مليني يكون موثق مصوب ناضي انا مشرودين اد نعقب ادنك خولاد الحسن ادنك اي غنغير وقت يعني لابد غنغير وقت يعني ادنك خولاد الحسن انا هو غمزاج قارمود ادين يرقى هو ديم جاج قارمود يمكن ان منتودين دي مزكيدا دين ما الى تعديل تكمل دقيقه غادي نشوف الاصلاح غادي خير ما الى سمح لنا انا وصحاب تامور جمعت هنا كي سنن اننا غنهوا نزاج غير ديني العشان غير المغربان هو غنمونتو دي السبت كي جات الانشطه غير دين خاتوا الى السبت ثم غارت فاوت ديني المدرسه ديني السبيطار ماني غتسن يودان تي مغارين كدا مكوجي ديش الكوجين سلا الى قاع قنعدي السبيطار ني نعدي وينات المدرسه نعدي لي قنغدي خدامين العالم يعني قاع قا كن خصنا داسن البلديه غتعدي غزراني يضع لي الشغل ني ماني غتسعني يودان ماني غسنسن مليح